فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليك، يؤذيني ابن آدم بسب الدار، فما حكم مدح الدار؟ نعم. وما تفسير قول الله تعالى أما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات؟ نعم، قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الزمن، الوقت، الليل والنهار. وسب الليل والنهار سب لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لما يكون في الليل والنهار. ولهذا قال تعالى في الحديث نفسه وأنا الدهر بيدي الأمر مقلب الليل والنهار. أما مدح الدهر باعتبار أن الإنسان يثني على ربه بذلك لا على الأيام والليالي فلا بأس، وهذا طيب. فيقول مثلا هذه الأيام أيام سرور وأيام أمن وأيام رخاء ولله الحمد، فهي أيام مباركة وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. وأما أن يثني على الدهر ناس إن خالقه عز وجل وهو الله فهذا لا يجوز، لأن الثناء على السبب مع التغافل عن المسبب فيه الحقيقة غض من نقص المسبب وهو الله عز وجل. وأما قوله تعالى فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فالذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل، ولو أن يثني على من شاء من خلقه وأن يعيب ما شاء من خلقه. لكن قل لي ما الجواب عن قوله تعالى عن لوط وقال هذا يوم عصيب؟ فالجواب عنه أن يقال إن لوط عليه الصلاة والسلام لم يرد قدحه في القدح في هذا، إنما أراد الخبر عن هذا اليوم بأنه عصيب. ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاء شخص يسألك، بل لو جاء شخص يسأل مريضا فجعل المريض يخبر هذا الرجل مجرد خبر فقط، وجاء آخر يسأل مريضا آخر فجعل المريض يخبره يتشك إليه، فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم، إذ كيف يتشكى إلى المخلوق؟ وقد قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم.